لو خبرني ما كنت زعلت منه هيك، كنت بالرواق بحلها. هو ما قدر يفوت على الامتحان من وراي. ما فهمت شلون من وراكي؟ انت شو ذنبك اختي قليلي؟ لو ما كنت بالسجن كان فات على الامتحان. ما سمعت البنت كان عم يشتغل بكازية لحتى يطلع مصروفه، ومن كتر ما تعب نام وما لحق الامتحان. طيب اختي، انت فتي على الحبس بارادتك؟ بدر هو السبب، مع هيك انت عم تلومي حالك. انا متضايقه بس لاني حكيته بس وبعرف انه وجعته بكلامي. لا لميس، انت لو ما كذب ما عصبتي عليه. ايه طبعا اختي، انت بتعصبي على طول وقت نكذب عليكي. ايه لما عرفتي بموضوع زينب قديش عصبتي. معك حق، انت معك حق دائما بكل شيء. ايه الحق معي، بس ما نفعني بشي. انا ما ربيتكم لحتى تضلوا عم تكذبوا، ولا لحتى يصير الكذب عاده عندكم. شكلي انا يلي ما عرفت ربي. عطول بقلكم تكونوا صادقين وتعملوا العكس على طول، معناتها تربيتي غلط. انا يلي ما عرفت ربي. يا اختي لا تكبري الامور هيك، انت مالك ذنب. اذا في شي غلط فنحن عملناه. نحن ما عملنا شي، اذا اخوك احمد اللي كذب فلشو تزعل منا. مزبوط فكرات، لو كان من الاول صادق وخبرك ما كنا وصلنا لهون، ولا اختي عصبت هيك. على اساس انتو عملتوا هيك؟ عم تحكوا على احمد مشان ما عصب منكم. انا ما قدرت ربي حدا فيكم صح. بس لو خبرني ما بخليه يشتغل بنوب. لو خبرني كنت بقول له انت ادرس لامتحانك، خليك لدراستك وجامعتك، نحن مو محتاجين تصرف علينا يا احمد. لا وعم يشتغل مستخدم لحتى يعذب حاله اكثر بالجامعه يلي كان يحبها. خلص يا لميس، حاجتك تقهري حالك وقولي له هالكلام. قولي له مو محتاجين للمصاري، وانه يهتم بدروسه وجامعته وما يقلق علينا، وحاجه تبكي وتقهري حالك. حكمات، وين بيكون هلا؟ راح وين ممكن لاقي؟ ما بعرف يا لميس والله، من وقت ما بلش بالجامعه ما عم نشوف بعض بنوب، وفكرته متغير معي بس طلع معذور. اوف. طيب خلينا ندور عليه مع بعض. معلش برايي ما في داعي، لانه هلا بيكون كثير مزعوج من حاله. اتركيه يرتاح شوي وبعدين بيرجع. والله هيك قلتك بيكون احسن. ماشي خلاص، حكمت مثل ما بدك. يلا قوموا ناموا لكان. يلا طيب اختي ماشي، هلا مننام. تصبحي على خير. يلا. اهلا. خير ان شاء الله، كتران اجتماعاتكم هالفتره. انت شو دخلك ولا التهي بدروسك وحل عنا؟ هي مرتي، كيف يعني شو دخلني فيها؟ قومي خلينا نروح على القهوه، بقلبيت ما بيقدر الواحد يحكي كلمتين على بعضهم. قومي. يلا. بابا شو؟ لوين اخذها؟ ليش؟ شو نسيت انه زينب حامل؟ المفروض انه نريحها. رح ريحها. ما بصير تضل رايحه جايه بابا. الله يتمم لك على خير. يلا بنتي. زينب انت شو عم تساوي؟ فوتي على غرفتك وارتاحي، شو بدك تروحي تعملي بالقهوه معه؟ او شو فيها يعني؟ بدي غير جو شوي وبرجع. اوهو لك شو هاد؟ اكيد ابي عم يخطط لشي جديد، لهيك وين ما راح عم ياخذ زينب. اي والله يا اخي حكمات، لهيك انتبه منه منيح مشان ما يورد زينب شي قصه. بالله كان ناقصني مواعظ منك. خلص روحي يلا امشي بلا كتر حكي. معقول هالحكي؟ عصمه مو معقول. لا شو بدي اعمل يا الله، شكله ما بقى بده يحكي معي ابدا. ايه والله الحق معه. يلا لشوف، فرجينا شطارتك وروحي راضي للزلمه. ايه خدي نعطي عصومي دولاي. يا عمري يا روح قلبي حبيبي.
وين لميس؟ شو وينها؟ انتي خبرينا، ما كانت معكم؟ لا والله، اليوم ما رحت معنا. نحن فكرناها بالبيت. يعني وين بدها تكون راحت؟ ها، وينك لهلأ لميس؟ خير إن شاء الله، وين كنتي يا روحي؟ بالمستشفى مع بدر. ليش شو صاير معه؟ سامح ابنه عنده مشكلة بالقلب وفات يعمل عملية. عن جد؟ بس ابنه لساته ولد صغير، شلون بده يتحمل يساوي عملية؟ حبيبتي هيك ربنا قدر له. دعوله هلا عم بيزرعوا له قلب جديد. يا ربي تحمي، ان شاء الله تمرق على خير ويطلع بخير وسلامة. يا صحيح حكمت، بدي تتصل بمرتضى وتقوله يجي لهون، احتمال يتصل فيه بدر. بالأول بدي تجاوبيني، بدر كرمال ابنه؟ ها؟ يعني شو قصدك؟ مزبوط مثل ما عم يحكي؟ يعني بدر كرمال ابنه ضل مع المرأة لأنه ابنه مريض قلب؟ كرمال ابنه. يا مسكين يا بدر، شو ظلمناك؟ طلع همه كتير كبير ونحن مو عارفانين. يا قلبي علي لساته ولد صغير. يا رب دخلك تقومه بالسلامة وتنجح العملية. تولاي لا تبكي حبيبتي، الولد رح يتحسن. هلأ كانوا ناطرين القلب والحمد لله أمنوا، وهذا الشيء كتير بيطمن صح؟ الله يكون معك. ضيعتولي خلقي. اوف، قوموا خلصونا، حطوا هالغدا وخلونا ناكل لقمتين. ناطرين لنطمن على وضع الصبي. اها طيب، شو رأيك بدك انا بتصل ببدر؟ بعرف يمكن ما فيك تتصلي مشان مرته. مو حلوة نحرجه، بتصور بحاكيني اول ما بيطلع ابنه من العملية. طيب لميس، المفروض مرتضى يدق لبدر، بيكون متوتر، دق له واسأله عن ابنه. يلا بدر. الحمد لله عملية سامحة. الحمد لله يا رب. ألف الحمد لله على سلامته بدر، عن جد فرحتني من قلبي. والله خبر حلو. كنت كتير خايف والله. أنا بدر، كل اللي هون بدون يباركوا لك. الحمد لله على سلامته بدر، والله يحميه. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته بدر، ان شاء الله مع الف شهر. الو، تعرفوا انا كان حاسسني قلبي انه عمليه ابنه رح تنجح. والله الوضع كان مخوفني لانه الولد لساته صغير. وانا هيك، بس الحمد لله مرقت الامور على خير. قوموا حطوا لنا لقمه اكل، لقيمتى رح نضل على هالحاله هاي؟ يلا قوموا نحضر اكل. يلا حكمه، يلا يلا متنا من الجوع. يلا بالاذن منكم، بما انه اطمنا صار فيني امشي انا. لوين بدك تروح؟ عود معنا تغدى. ما ضل معي وقت، رفقاتي هلا بيكونوا عم يستنوني ومو حلو اتاخر اكثر من هيك. يلا صحه للجميع، بشوفكن. مع السلامه. مع السلامه. خلي رفقاتك ينفعوك. خلاص هذا اللي ناقصنا. بعد اسمعي، بدنا نحاول نوصل لحماتي بأي طريقة، فهمتي؟ ما تخاف، أنا هلأ عم دور علي على الفيسبوك، بجوز أوصلها. آه الفيسبوك هاد فينو يعرف قديش حماتي مع مصاري؟ لا مو معقول. آه بسيطة. عشو عم بيحكوا؟ صحيح وينو أحمد؟ ما بعرف. زينب، زينب أحمد اليوم إجا لهون، أنتي شفتي شي؟ لا ما شفته اليوم. أنا واحد أحمد، هذا اللي شعره ناعم شوي؟ إيه، هذا اللي شعره ناعم بيكون ابنك الكبير. آه، مبارح بالليل شفته. وإمتى شفته؟ بالليل، طلع معي رحنا شمينا هوا شوي.
وين شميتوا الهواء؟ لوين رحت انت وياه؟ اقسم بالله انك حشوره، شو دخلك انت بين الاب وابنه؟ لا عاد تسالي هيك اسئله. هي بس انبسطنا. اهلين احمد. وينك اخي؟ جاي لودعكم. انا بدي فوت اخذ اغراضي وامشي. ليش تمشي؟ احمد طول بالك حبيبي ولا تتسرع، انا حكيت اللي حكيته من اهري، كانت الصدمه كثير قويه يا احمد. لو سمحت انا بعتذر وما كان قصدي اقسى عليك. ماني متضايق منك، ماشي؟ لا تتضايق حبيبي، هي اصلا انت فزت بالمسابقه. بشو فزت يا لميس؟ بشو فزت انا؟ اساسا انا ما شاركت باسمي الحقيقي، مين رح يقبل هيك احتيال؟ اصلا مالي اسم بكل الجامعه. يعني الا ما يلتقى له حل لهالموضوع، المسابقه كثير مهمه ورفيقتك اللي قالت هذا الحكي. مين هي رفيقتي؟ ليش في غيرها؟ قصدها هيلين. هي اللي خبرتكم؟ هيلين اجت لهون ما هيك؟ احمد كرمال بلا ما تروح. خلص بقى انسي هالموضوع، ماشي؟ ارتاحي بقى. معك حق، طلعت ما بستاهل هالعيلة وخيبت لها أملها، ولهيك بوعدكن ما عاد تشوفوني. شو قلو معنى هالكلام؟ أنا قسيت عليك بالحكي من أهري وبعدين اندمت واعتذرت منك، لشو كل هاد؟ خلص يعني شو أعمل؟ لحق معك، أنا واحد ماني منيح بعترف، بس شو أعمل؟ أحمد أنا لسه ما خلصت كلامي. يا لميس ريحي راسك، خلاص هذا اللي صار ولا شو بابا؟ وابتدى المشوار. يلا بالإذن. ايه انا راح اشتاق لكم. احمد لوين بده يروح اخي؟ عنده شغل عصمه، بيخلصه وبيرجع. طيب لوين بده يروح هلا؟ يا ريت انقطع لساني قبل ما اقول له هالحكي القاسي. تركيه يتدلل شوي، يومين وبيرجع. تركيه يعمل شويه رجوله، بكره بيرجع. وانا هيك عم اقول اتركه لحتى يروق لحاله. ايه هيك احسن. يلا خلصونا كلو. حاجي نقص قبوله بقى. متت من الجوع انا. ميس ان شاء الله ما يكونوا خرجوا للولد. لا اليوم سألت ما رح يطلع للمسا. ايه بس مو معقولة هيك انه اجينا كلنا، هلا الولد بخاف. لا ما بخاف، نحن رح نطمن عليه ونمشي شو فيها. حتى هلا هو رح ينبسط كتير، تعرف الولاد بحبوا العجقة. تمام. بأي طابق كان لميس؟ الطابق الثاني من هون عزيزة. يعني والله ما عم صدق ابدا، معقول نجي ونزور ابن بدر اللي تركنا ومشي؟ يا روحوا لبابا. بابا شو إيه؟ رايك نلعب شرطه وحراميه؟ حبيبي شو قلت لك قبل شوي؟ انا ما فينا نلعب ركض لتصير منيح، نحن اشترينا له بزل ما هيك، وفي مكعبات كمان. ايه ليك شو حلوين هدول حبيبي. انا رح اجيب لك البزل وبتلعب انت وبابا لبين ما يجي الدكتور. يلا لشوف هاي اللعبه. اعطيني اياها. شوف حبيبي ليك الصورة هون شو حلوة ما هيك؟ وأخيرا إجا الدكتور. نحن أجينا. كيف إجيتوا كلكن هيك؟ سألنا الدكتور وقال فينا نجي نطمن عليه. الحمد لله على سلامة. الله يسلمك، عزبتوا حالكن، أهلا وسهلا. هدول هنن إخواتك ما؟ أي صح. ليك أصلا أنت بتعرف ليلاس وهدول فكرات وعصمت. أنت منيح يا روحي؟ منيح. أخي بدر هذا ابنك، مبين عليه مثل السبع ما شاء الله. إيه مزبوط. مرحبا، أنت صغير الأليبول؟ إيه أنا صغير الأليبول. ومين بتكون أنت؟ وأنا سامح الصغير. سامح شو رأيك نلعب سوا بالألعاب؟ دخيل قلبك، تعال يلا لشوف ما شاء الله عليك شو كبران. يلا تعال بابا عود هون لشوف. يلا ما تضلوا واقفين هيك، عدوا تفضلوا. لا ما في داعي نقعد، اجينا نطمن عليه ونمشي، ما بدنا نطول. يعني ليش عزبتوا حالكم واجيتوا؟ اشربوا شي على القليله. شو تشربي؟ لا بدر مو معقول نقعد نتضيف بالمشفى، ما بصير هالشي، اصلا نحن لازم نمشي. اي مزبوط لازم نروح، وصح انا عملت له بسكويت بايدي لابنك. الحمد ليش لله على سلامته. يسلم ايديكي. ونحن جبنا له هديه كمان. عزيزي اعطيها اعطيها. تفضل. عن جد ما كان في داعي لهذا الشيء. شكرا كثير لكم، عزبتوا حالكم.
فيكو؟ شو أخبارك أنت شو أخبار السلة؟ ماشي حالة، بس هالفترة حابب الرياضات الفردية. شو يعني رياضات فردية؟ اسمع، مسيرتك المهنية رح تكون بكرة السلة، ما تجنق الرياضات فردية. قال مجنون. صحيح بدر، أنتوا رح تطالعوا اليوم مو هيك؟ ايه الحمد لله ما عاد في شي بنوب، اليوم رح نطلعوا. ايه الحمد لله، والمستوصف كمان مسكر من وقت ما رحت، والله اشتقنا لخلود، مو هيك عزيزة؟ ايه صح، يعني على الأقل لو كان في شي حدا يناوب عنك بس هالفترة، لأنه المرضى تعبوا وهن رايحين جايين على المستوصف. بصراحة أنا اليوم بعد ما وصل سامح البيت بدي روح لهونيك، ولو تأخرت ما رح يسكر لا تقلقوا. بابا ما بدي نروح على البيت، خلينا نروح لبيت عصمات. يا عمو خلي سامح يجي لعنا على البيت. بدي ألعب مع عصمات، تسمح لي روح؟ ايه بتروح. بتيجي طبعا يا روحي، يعني إذا أمك بتسمح لك. أمي خليني أروح لو سمحتي. طيب أول شيء وبعدين بنحكي. طيب يلا تعالي يا عمري عصومة امشي. شبكة ركيل، الولد ما صدق لقى واحد يلعب معه. لا أبدر، ما بصير نطول، لازم نروح. لا ما تروحوا لو سمحتوا. بابا حبيبي، أنا بعدين باخدك تمام لعند لميس وعصمت، بس الطيب بالأول وبعدين منروح، اتفقنا؟ تكرم عيونك. يلا خليهم يروحوا هلا. الحمد لله على الحمد سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا روحي. معافى. شكرا. الحمد لله على سلامتك. الله معكم. ليك جاي على بالي فنجان قهوة، جيب لك معي؟ لا لا شكرا، مو جاي على بالي. شو عم تعمل؟ تعرفوا شو؟ ما حبيت مرته لبدر أبدا. ما تحكي هيك، حكمة المخلوقة خايفة على ابنها. ايه ما اختلفنا، بس ما شفتي اياها كيف كانت عم تتزورنا طول الوقت؟ يعني ما فهمت شو عملنا، بس اجينا لنطمن على الولد. صحيح. انسي اخي مرتضى، وصل البنات لو سمحت، تمام؟ لانه انا بدي مر على جامعة احمد، لازم احكي مع رئيس الفرع تبعه، وعرفت انه كان مسافر ورجع. تمام، ورح وصل الاولاد على المدرسة. معقول هالشي؟ مرتضى ليش ما بدك تروح تشوف رفقاتك؟ ولا مالك وعدهم اليوم؟ لميس معلش نحكي شوي. ما قلت لك؟ ليكي انا فهماني منيح شو يلي عم تحاولوا تعملوه هون. انتوا عم تتصرفوا بلطف وتحاولوا تسحبوا ابني لطرفكم، وبس يطيب ابني بترجعي انت وحبيبك لبعض، هذا مخططك مو هيك؟ مو مكفيكي انك سرقتي زوجي، بدك تسرقي ابني كمان؟ ايه ايه خير، شو بك؟ انتبهي لكلامك، انت ليش هيك عم تحكي مع اختي؟ انتبهي. بكفي. لكي أنا ما في عندي شي بالدنيا أغلى من حياة طفل، فهمتي؟ حتى أغلى من حياتي. سامح بكرة بطيب وبيكمل حياته بشكل كتير حلو معك أنت وأبوه، أنا بتمنى لكم الخير من جوا. بتتمني الخير مو هيك؟ لكن ليش عم تحببي الولد ببيتك وعائلتك؟ هاد شو اسمه؟ اسمعي لقلك، ما تخلي عرق قضنا يطلع هلأ، وإلا عن جد بتشوف الشي ما بيعجبك. تركنا شغلنا وإجينا لحتى نطمن على الولد ونفرح له قلبه شوي، شو مشكلتك معنا؟ بدل ما تشكرينا؟ ايه وبعدين؟ لميس مرتبطة هلأ، لميس مرتبطة بالمحامي سليم. ورسمي؟ ايه رسمي. انتي شو طلبتي مني؟ وبشو وعدتك؟ انا مو قلتلك اني رح اكمل حياتي؟ وهي عم كملها. وبعدين انا حكيت لسامح عن اخواتي لانه ما كان راضيان يفوت يعمل العملية بنوب، وكان مرعوب بوقتها. طيب تمام، بتمنى يكون كلامك صحيح. لا تخافي. عفواً مدام، لو سمحتي أنت رجعي لعند زوجك وابنك وشيلي هالأفكار من راسك، لأنه ما في هيك شيء، وخلينا نحن نمشي. يلا ليكوا يا جماعة، نحن الكل من شان الواحد، والواحد من شان الكل، مفهوم؟ ما فهمت على المضبوط، شلون يعني؟ يعني لما واحد مننا يصير له شيء الكل بيساعده. والثانية؟ أي وحدة؟ إن الواحد مشان الكل.
أخي فكرة أنا برأيي أنك تتركه، لأنه ما في أمل بنوب أنهم يفهموا، يعني يا دوب تكونوا جاهزين بحفلة التخرج. لا ما في هيك شيء، طلعوا فيني، أنا مو مثل المعلمين بالمدرسة، إذا بسمعت كلام فاضي مثل هذا رح أعاقبكم ماشي؟ بس تبين أنه العقاب ما له تأثير إيجابي على التعلم. مين قال هالشي؟ بحث علمي. ليك والله بضربك ها؟ لك مو لازم أنه نحن نضربك كمان؟ بالمنطق يعني، لأنه كلنا مشان الواحد. ليلاس، اللي لون شي له الجماعة أحسن ما أشوف شغلي معهم. أي شو عم تعملي؟ ليش عم تضربي؟ شو بعرفني أنا؟ لما كان أخي يعمل هيك كان يمشي الحال. كيف؟ ليش إمتى أخي عمل هيك؟ ليش عم تكذبي يا بنت؟ ما في شي مثل هاد، أخي ما عمل هيك شي من قبل. وينكم لهلا؟ صار لي زمان عم دور عليكم. لا تضرب قدام الأولاد أخي. وشو صار لك؟ شو يعني انحرجت؟ والله صار لك لسان وصرت تحكي. راح علي الدرس من ورا راسك. امشوا لشوف. خذ شنطتك. طلعوا فيني، اوعكم تنسوا، مثل ما قلت لكم. ولك شو عم تقولوا؟ لا لساتك عم تحكي؟ يلا خذ شنطتك. واحد غبي. شو هالشغلة معك؟ يلا حبيبي. علم أهلك. يلا عزيزة، خلينا نستعجل شوي، بدي أوصل الأولاد على المدرسة. معنى هيك شايفتيني عم اشتغل هلا؟ انتي خدي الأولاد وأنا بروح مع تولاي. يا ريت كنا نظفنا البيت لأنه رح يجي بدر ومعه سامح الصغير. ليش شو بالبيت؟ أنا سويته كله مبارح بالليل. شو بيعرفني؟ بقصد حتى ما جبنا فطاير أو شي، يعني ما جهزنا لشي مع أنه جايين ضيوف اليوم. نجي قبل بساعة ومنعمل كيك وفطاير، انتي ليش متوترة لهالدرجة يعني؟ يي لميس، شو رأيك نمد سجادة حمرا كمان؟ يا الله دخيلك. لا بس لأنه الولد رح يجي لعنا أول مرة مشان هيك. على كل حال حكمت خبرني وقت تلاقي أحمد ماشي الآن عليه. طيب يلا. بلاها روحتي أنا على المشغل، بطني عم يوجعني شوي. كيف؟ ليش بطنك عم يوجعك؟ خلينا ناخدك على المشفى فورا. لا ما في لزوم، شوفي عيونه عم تلمع لمع. امشي أنا بعمل لك نعنع وليمون لما نوصل على الورشة. يلا امشي. امسكوا رح أرد على التليفون أنا. ايه بدر. ايه لميس، صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ بخصوص اليوم كنا حكينا مبارح واتفقنا اني اجي انا وسامح اليوم المساء عندكم. يعني نحن رح نجي. ايه طبعا. مشان هيك انا اتصلت. جيب لك معي شيء؟ يعني اذا لازمك شيء قولي لي. لا ما في لزوم، يعني رح نجي بكير اليوم ونعمل كيك وفطاير، ما بدنا شيء ابدا، شكرا. طيب لكان اليوم بشوفك. طيب بشوفك بعد ما وصل الاولاد على المدرسه، اتفقنا؟ طيب تمام، بس لو نقصك أي شيء احكي معي وخبريني وأنا بجيب لك إياه معي وأنا جاي. بس نحنا رح نلتقي بالورشة. إيه مزبوط، راح عن بالي هي المرة، عفوا. صحيح، نحنا بنشتغل بنفس المكان. مزبوط كلامك، بشوفك بالورشة وبنحكي هنيك لكان. يلا انتبه على الأولاد. إيه باي. ماشي بشوفك. بشوفك، الله معي. جي بدرو ابنه، ما بدي تلعب وركض، اتفقنا؟ حاضر. طيب هيك الألعابكن هون، لعبوا سباق سيارات أو ليجو، اتفقنا؟ ماشي حبيب؟ ايه ماشي. يعني لا تلعبوا هلأ وتصيروا تلحقوا بعضكن. يعني اختي بتعب زلعب ألعاب، بدي حركة كتير. ايه طبعا، لأنه الولد تعافى من جديد. طيب خليه يجي لعنا. ليكو جاي على الطريق. ما قدران تستنى. ها رن الجرس، يلا يلا خلينا نفتح. تعال. أهلا وسهلا. كيفكن؟ أوبا، شلاح بوطك بالأول حبيبي. أيوة فوت هلا، تفضل فوت. يلا فوت. تفضل فوت لشوف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين. ها تعطيني جاكيت. شوف مين جبت لك معي، جبت لك رفيقك. يلا لشوف، يلا فوت. تعال نروح نلعب بالسيارات سامح. طيب خود هدول لإلك، لعبوا فيهم. ها وكمان للاس وفكرة، تفضلوا هدول لكم. شكرا لك عمو بدر. شكرا لك. عفوا. اوف 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 اوف، شو عم تعمل؟ عم اهلك عمو بدر خنقتني. بدي اخنقك. بدنا ندرب على كرة السلة، لسه ما نسيت القصة انا، لسه متذكرة. ماشي. صعب عليك، انا هلا صرت محترف فيها. عن جد؟ طبعا. ليك بدر، لولا خاطر الولد ما كنا فوتناك على البيت. اشتقت لكم كلياتكم عن جد. أهلين فيك.
تفضل عود، رح أجيب الشاي. ماشي. أنا أعطيني الشاي. شكرا كثير، شكرا. أهلا وسهلا. يسلموا، أنا رح أقعد هون لكان. أول شيء الضيف. آه يسلموا إيديكي. أهلا وسهلا. ابنك كتير بيشبهك، الله يحمي لك يا. تسلمي لي. عيونه وحواجبه مثلك أنت. طيب أنا رح جيب الكستنة، خلينا نحطها على الصوبيا مشان يأكلوها الأولاد. أنت شو رأيك؟ ما بعرف، برأيك بنستفيد. إيه أكيد هو بيسمع كلامي. احكي بس واجبي إلك، رح يسكر الباب بوشك. أنا عم نبهك. ها بيسكر الباب بفوت من الشباك، شو يعني نتركه هيك؟ أنت أعطيني عنوانه لنحكي معه. يلا. طيب مثل ما بدك. مين إجا أبوك هاد؟ لا أنا عزمت مرتضى كمان. مرتضى؟ أنا رح أفتح له. شو يعني تصالحوا؟ لا هالمرة مرتضى عم يتدلل كتير عطول هاي. حلو كتير عم يتدلل. أيوة أنت يلي علمته يساوي هاي؟ لا لا ما علمته شي، أنا ما دخلني بالموضوع. زينب عمي فكري بده ياكي، قال بده يقول لك شيء. طالعة شوفوا لك. ايه شو عم تعملوا؟ لشو عم تخططوا انتو؟ والله بدي انسم وبعدين معهم هدول. خبرني عمي. مساء الخير. مساء النور. اهلين فيكم لميس، كيفكم؟ كيفك انت؟ انا منيح، يعني قلت بيجي بشوف بدر وبتطمن عليه. بس مشان بدر يعني؟ ايه ليش بدي اجي يعني؟ ورجيني وشك يا بطل. لك شو عم تعمل؟ اهلا وسهلا فيك سامح. انا بيقولوا لي سامح الصغير. هيك بنقول لهم سامح الصغير. وانا صغير الالي بول. ما شاء الله ما شاء الله. ما قلت لي استفدت شي ولا استفدت؟ استفدت بس برايك سامحها اليوم؟ سامحها بس برا مو هون. ايه تمام. أنا كان بدي أطلع هيك على شي مكان، أطلع أنا ورفقاتي يعني نسهر، قلت يعني منغير جو بشي مكان ومنتسلى، بس قلت لحالي لأجي شوف بدر شوي. لا تبالغ لا تبالغ. رفقاتي مثل ما بتعرفوا كتار كتير، وكل يوم منطلع منتسلى ومنسهر، منروح منجي، كل يوم منطلع منسهر، الرجال والنسوان كمان. بكفي بقى. قلت لك لا تبالغ. أنا صار لي ساكتة كذا يوم. وأنت سهرات ورفقات وما بعرف شو كمان، أنت مستوعب شو عم تحكي؟ ما فهمت علي. خلص روح روح لوين ما بدك. انا فهمتك غلط. تولاي 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 اسمعي. نعم شو كمان؟ لا والله ما في سهرات ولا شيء. بنوب طولي بالك، انت شو شايفتيني يعني؟ لا تبرر هلا، قلت لك نتطلق وانت ما صبرت يومين حتى دغري صرت تطلع مع البنات وما بعرف مين، شي شعره طويل وشي شعره قصير. انت حبيبتي معقول هالشي؟ كيف بتصدقي؟ معقول انا اروح شوف وحده غيرك؟ حبيبتي ما في شيء من هالحكي، انا عملت هيك لحتى تغاري علي شوي. اشتقتيلي؟ اشتقتيلي ها؟ اشتقتلك. شو؟ اشتقتلك. اشتقتيلي كتير؟ وأنا اشتقتلك. أنا اشتقتلك كتير. وأخيرا. ما عاد رح تخليني نام بالقهوة؟ ما فكر، ما بعرف، بيرجع لتصرفاتي. Açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanın, beni yakarsın. Vazgeçilir gibi değil bu meceziller. Lak şu an bitsavi, ma bitsalu al halkun abadan. Şu an bitsir. Hey emmi, ekid icat. Yalla yalla.
حكمات انت خليك هون. سامح انت لا تطلع كمان، انا رح شوف الماما. ايه لا تخلي الولاد يطلعوا برا ابدا. شو هالمسخره يلي عم تعملوها؟ رد علي سامح. رح دفعكم الثمن، انا فرجيكم شو رح اعمل. عم تفهموا؟ خلص اهدي شوي روقي ولا ترفعي صوتك، مفهوم؟ روقي شوي يلا. شو عم بيصير يا جماعه؟ لك فتحتونا بالحاره، شو صاير لكم؟ بدك تعرفي شو صاير؟ مو شايفه هالفضيحه؟ هي اوسخ شغله ممكن شوفها. زوج النائب المحترم قاعد عم بيبوس بنات الزوايا الحارات. زوج شو؟ سبب زواجنا معروف مو هيك؟ نحن متزوجين شكليا على الورق تمام؟ تزوجنا مشان ابننا وبس. خلص بكفي تمام؟ من اليوم خلص. شوفي من اليوم أنا صرت مع لميس تمام؟ هذا الواقع، مو قدران عيش بلاها. لازم تفهمي هالموضوع، أنا هلأ مع لميس ولآخر عمرها، وأنت ما عاد بدي إياك تقرب على لميس أبدا، عم تفهم؟ ما عاد تقرب. شو عم تقول أنت؟ آه؟ طلع على حالك، مو انت اللي دمرت حياة الكل بهي العيلة؟ فهمني انت شو مخك؟ انت شو عم تحكي؟ لا 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 خلص واطي بالك بدك انا خليني انا بدي اكسر حسابي فيك. ما رح اقدر اهدى. واقف انت ويا شو عم يصير عندكم؟ واقف انت على الارض يا زلمة. انت بلا شو عم تعمل انت؟ يلا انقلع من هون كمان يلا. لا تخبص بالحكي ولك، انا جاي عم بعمل واجبي. يا صبايا انسرقت ورشتكم. كيف؟ سامح نهال نهال سامح شوي. روقي حبيبتي ما في شيء. سرقت الورشة ومين اللي سرق؟ جانا بلاغ من شوي بهالشغلة، بتوقع كسروا البلور بحجر، لهيك جيت فورا مشان خبركم، بركي في جوا شي شغلة غالية كمان. كل شي غالي؟ كيف يعني في شي شغلة غالية؟ في شي 250 فستان بكرة لازم نسلمه. تعال ماما. يلا تعال نهال. يلا ماما شوي وراجع. نهال يا جماعة نهال. لازم تروح معي. ليش؟ لو كنت سأل عن ابنك ما كنت عملت هالمسخرة تبعك يا خسارة. سامح سامح طلع شوي فيني حبيبي، ما في داعي انك تبكي يا روحي الكبار. بتخانقوا عادي، مشان هيك ما في داعي تخاف حبيبي. ماشي بكرة بيجي لعندك وبنحكي انا وياك بكل شيء. ماشي حبيبي ارتاح. ايه شو تذكرت انه عندك ابن هلا؟ يلا ماما امشي يلا. فهمت علي بابا؟ تعال سامح. تعال سامح نهال لا تسحبي الولد هيك. تعال سامح لا تخاف بابا لا تخاف، بكرة بيجي لعندك وبفهمك كل شيء. ماشي باي 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 بابا باي باي يا روح. الله يكون معك لك، الله يخلصني منك. بدر توفيقتي. انت ليش ما رحت معه؟ مو شايفه كيف جنت واخذت الولد دغري؟ هلا ما في مجال احكي معها. شو صاير اختي؟ سرقت؟ شو اللي عم تحكوا عنا؟ شو صار اختي؟ ليش هيك كل شيء تعقد فجأة؟ لازم نمشي كثير كمان. اسمع شو صار له؟ كيف يعني شو صار له؟ ما شفتي كيف المرة فاتت اخذت الولد؟ طيب انا رايحة لازم شوف عصمة. بس نحن لازم نروح بسرعة، حتى ما تخليك عند الاولاد مشان الله. يلا يلا بدي روح دور على زينب. يا جماعة ما عليه تروقوا شوي. روقوا مرتضى، خذ الصبايا وروح على المحل يلا، انا بضل مع لميس يلا. يلا يا صبايا بسرعة. ايه ديروا بالكم شو. يلا 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 طلعوا. استنى يلا انت لا تفوت، لازم تروح هلا تدور على زينب وانا رح ضل مع لميس. يلا روح. شو عم يصير هلا؟ مين مع مين ومين ضد مين؟ سامح فاتت لهون وعصبت كتير. ايه حبيبي عادي، بس هي عصبت منه لأنه تأخر. انت مالك علاقة أبدا بالموضوع. اختي شو كان في بالمحل ينسرق؟ كان في فساتين. وإذا انسرقوا رح نفلس مو هيك؟ لا مو هيك، أصلا شو بدهم بالفساتين؟ بيكونوا عم بيدوروا على مصاري. وقديش في مصاري جوا؟ مو مهم أبدا، هالموضوع محلول إن شاء الله رح نحله تمام؟ كل شيء تحت السيطرة، من اليوم أنا موجود وما في داعي تخافوا من أي موضوع تمام؟ كيف يعني هلأ أنت وأختي رجعتوا لبعضكم؟ بس يا بنت بدر متزوج وعنده ولد. لا تخاف ما تغير شي فيكو، بس أنا رح ضل أبوه لسامح وهذا الشي طبيعي، بس رح أنفصل عن أمه. ما هدي يجي سامح بعد اليوم ما هيك؟ فيكو انتو روحوا هلأ وخلوني أحكي مع عصمت شوي ونيمو، وانتو افتحوا الهدايا ماشي؟ دمش. يلا روح. يلا عصمو تعرف اني كتير اشتقت لك وبعرف انك اشتقت لي كمان. تعال لنيمك تعال لشوف. اوبا خلينا نشلحك هاي. اها يلا نام كتير حلو.
نام لشوف. سامح الصغير جاي لعندك، تمام؟ سامح كثير بحبك، كمان أنا رح ضل عندك هون بالبيت، تمام؟ رح نضل مع بعض على طول. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.